شبه حوالي 30% من المدينة. ده الجزء الأخير اللي لسه حفل راحة جامد شكله. أنا خلصت دي خطينا الترك طلع على محطة التقفية ده كله شغال كلها معانا 6 كيلو وطلبوا مني لاحقا في مناطق كده مدينة واحد ثلاثة هنكون خلصين. واحد ثلاثة. أنا دمنا شهرين. ده زين لحضرتك التوسعات بتاعة الجامعة والإسكان الجديد اللي لسه محطوط حجر الأساس بتاعه وفي منطقة الحرفيين هنا هتاخدها كلها حضرتك وتطلع على المحطة. دي مدتها زمنية سنة. البيارة الخط الفرد بتاعه جاع تمدي وجاء من الهيئة القومية. البيارة حضرتك بتتراجع دلوقتي قدامها 15 يوم ونستلمها ونبدأ حضرتك ناخد إجراءاتها. يعني هتاخد طيب سنة مع الإسكان. يعني هتسلم إن شاء الله مع الإسكان.